الحل هو إحقاق الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني باش يبني الدولة ديالو المستقلة والعاصمة ديالها القدس، ويرجعوا اللاجئين، وأنه يتحروا الأسرى ونحبسوا هاد الغطرسة. واليوم خصنا نحبسوا هاد القصف، خاص المجتمع الدولي لا باقي عنده شي ضمير أنه أولا يعطي الإشارة ديال وقف هاد قصف النار، وأننا نجلسوا ولقاو حلول، والحلول راها معروفة في إطار القانون الدولي. تحية مغربية، تحية مغربية، تحية مغربية، رسالة إلى شعبنا العظيم، شعبنا الفلسطيني الذي هو الشعب الذي لا يقهر وليس جيش كيان صهيوني. رسالة إلى شعبنا المغربي أنه يجب أن يستمر في التعبئة من أجل دعم قضيته الأولى، قضية فلسطين، بقدر دفاعه عن قضيتنا الوطنية التي هي قضية الصحراء. هي رسالة إلى كل هذه الأطراف، وأعتقد أن الرسالة وصلت، ومن يرى الحضور يتأكد من ذلك.